الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم إن شاء الله بحل مشكل انقطاع الصوت بأجهزة سوني إكسبيريا. كما تلاحظون الصوت لا يسمع من مخرج الصوت لدى الجهاز، والحل لهذا المشكل هو بسيط. أولا يجب تحميل برنامج من بلاي ستور واسمه About Sound About عفوا Sound About. بعد تحميله نقوم بفتح البرنامج ثم نختار أوكي. نذهب إلى Connectable Devices ثم نختار Wired Headset Setting، ثم نزيد هذا الاختيار من One Touch. The waterproof Xperia ZR takes the smartphone to a new level below the surface. Xperia is the best of Sony. كما تلاحظون الصوت لقد عاد للجهاز. إذا أعجبك الفيديو أو أفادك دع سبسكرايب للقناة ثم لايك للفيديو وشكرا.